الانطلاق الرسمي لحملة حصاد الذرة الألفية اللي توفر عليها ولاية المنيعة حتى تفوق المساحة 7200 هكتار، وإن نتوقع إنتاج يفوت 3.5 قنطار يعني، وإن شاء الله يكون مردود بين 45 إلى 50 طن في الهكتار، وهذا كله مشاركة في رفع من والتكفل رفع والمشاركة في توفير الغذاء للشعبة للحيوانات للأبقار المنضوية تحت شعبة الحليب، لأنه يعني هذه الولاية المنيعة وين توفر أكثر من تمول أكثر من 15 ولاية شمالية التي تقوم بتربية الأبقار وتوفر لها هذا الغذاء اللي يشارك بشكل فعال في تطوير الحليب.